أهلا وسهلا بكم وأسف جدا على التأخير. الرفاق والناس في بلدي وفي العالم العربي يتساءلون، يتهامسون، يثرثرون. التجسس على مكتب السيسي كيف يكون؟ كيف تم التنصت على السيسي؟ كيف جاءت كل هذه التسريبات؟ النهاردة وبكل تواضع بنقدم لكم الإجابة والتي انتظرناها على أحر من الجمر، حيرتنا وحيرتكم طويلا. ولكن تعالوا في البداية بس الأول نسمع الجزء البسيط ده من التسريب. يغمى عليك يا عم، الفلوس عندهم زي الرز يا عم. انا عارف فنك الناتج بتاعها اللي بيطلع بيخش بيغذي مناطق ايه المناطق دي كلها تبقى بالكروت عشان يلحق يلم. يعني في الاخر انت بتوصل لايه؟ يلم في اللي هو اللي انت قلته ده معناه ايه؟ الغايه ايه؟ مش قوي. اذا في كل التسريبات اللي ظهرت كان هناك مرتين بس تم التنصت من داخل مكتب السيسي نفسه في حوار بينه وبين عباس. مكتب السيسي مش مكتب عباس. المرة الأولى في حوارهم عن فلوس الخليج اللي زي الرز، والمرة الثانية في حوارهم مع بعض عن مشروع الفنكوش بتاع 10 مليون وحدة ورفع الدعم عن الكهرباء وما إلى ذلك. ومع ذلك في المرتين دول أكدوا بصورة قاطعة إن أداة التنصت مرتبطة بعباس ومش موجودة في مكتب السيسي. تلاحظ إن حتى في المرتين اللي كان التسجيل في مكتب السيسي اللي لسه عارضينهم صوت عباس هو الأوضح والأنقى. بمعنى تاني التسجيل بيتم في حالة وجود عباس ذاته كشخص ومش مرتبط ولا بمكتب عباس ولا بمكتب السيسي. إذن الميكروفون مع عباس نفسه بيتنقل بيه في كل مكان، وده بيستدعي واحد من احتمالين. الاحتمال الأول لإما عباس ودى بدله كلها للوندري وتم هناك تغيير زرار في كل بدلة واستبداله بميكروفون حديث، وده احتمال وارد بس صعب، لأنه لا يخفى على حضراتكم إن في تفتيش دقيق بصورة دورية مكثفة من الأجهزة الأمنية على وسائل التجسس في كل مكاتب المسؤولين المهمة، وده بيصعب جدا اللي ما يخليش مستحيل إن عباس يتواجد دايما بالبدل اللي بتحتوي على الزراير اللي متغيرة بجهاز تنصت، وإن الأجهزة دي ما تكتشفش مهما بلغ تقدمها. أما الاحتمال الثاني وده اللي حصل بالفعل، إن التنصت تم عن طريق موبايل عباس واللي اشتراهوله واحد من الدايرة المقربة جدا من السيسي ذاته، وتم وضع برنامج بسيط على الجهاز يسمى وو مايك. هذا البرنامج اللي موجود $5 فقط والذي يحول الجهاز إلى ميكروفون ويربطه بجهاز آخر يحتوي على نفس البرنامج، يظهر الهاتف كميكروفون لالتقاط الصوت منه ومن ثم استخدامه والتسجيل كيفما شئت. وبكده عباس يدخل ويخرج ويعدي على أي أجهزة كاشفة للتنصت، لأنه ببساطة ما معهوش إلا تليفونه، واللي أصلا معلهوش جهاز تنصت، ده مجرد برنامج لا يثير شك أي حد، حتى الأيقونة بتاعته ممكن تخفيها. وهذا ما حدث فعلا كمعلومة وليس كتحليل، حيث اشترى هذا الشخص القريب من دايرة السيسي الموبايل لعباس، وامتلك هذا الشخص بعد تثبيت هذا البرنامج البسيط كمية تسجيلات تزيد عن 2880 ساعة. 2880 ساعة بعنا منهم 3 ساعات، يبقى اللي فاضل 2797 ساعة. يحيينا ويحييكم ربنا. الثورة مستمرة، الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل.